هتك عرض سيدة عراقية واستخدام الدين في غير محله، علاقات نسائية متعددة وتهديدات بالقتل. مجموعة اتهامات وجهت إلى الداعية المصري عبدالله رشدي، حيث بدأت السلطات المصرية بالتحقيق معه رغم رفض مؤيديه لهذه الاتهامات وتأكيدهم أنها باطلة ومحاولة زائفة لتشويه سمعته، وذلك عقب بلاغ تقدم به محامي السيدة العراقية جيهان صادق جعفر إلى نيابة أمن الدولة بسبب واقعة الزواج الشفهي التي تمت بين رشدي وجيهان عبر الهاتف فقط، حيث قامت داعية المصري بهتك عرضها بحسب زعمها على الرغم من طلبها بعدم ملامستها. حصل عقد وسألته على الشهود، قال الشهود عتلفوا. وطالبت جيهان بدعوى عزل وإيقاف عبدالله رشدي عن عمله بوزارة الأوقاف وحظر صفحاته على مواقع التواصل لاستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات.